هنروح لاعتماد دواء ريمدسيفير لعلاج فيروس كورونا المستجد في أمريكا. السلطات الأمريكية أصدرت مصادقة فيدرالية رسمية على هذا الدواء. يا ترى إيه أهمية الخطوة دي في مواجهة فيروس كورونا؟ كل دي تفاصيل هنتعرف عليها. هينضم لينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان دكتور ضرار بلعاوي، أستاذ العلاج الدوائي ومستشار علاج الأمراض المعدية بجامعة الباترا بالأردن. دكتور ضرار، برحب بحضرتك في البداية على شاشة إكسترا نيوز. خلينا نبدأ من قرار السلطات الأمريكية المصادقة على دواء ريمدسيفير لعلاج فيروس كورونا المستجد. إلى أي مدى تمثل هذه الخطوة ربما بارقة أمل لمرضى كورونا حول العالم؟ مساء الخير يا سيدتي لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. يعني بالطبع هاي أخبار إيجابية وأخبار مشجعة، لكن يجب أن نضعها في بوتقتها الصحيحة. إحنا بنتكلم أنه في أخبار ممتازة لازم أنه يعني نعلنها للجمهور الكريم، لكنه هذا الدواء مش عايزين نخليه هو حصان طروادة اللي راح يقضي على فيروس كورونا. لو سمحتي لي بس أنا بدي أوضح للمشاهد بأنه الريمديزيفير ده دواء مضاد للفيروسات بحد ذاته، فهذه أول شغلة إيجابية، ولكن إحنا ما كناش بنعرف أنه هل هو فعلاً ينفع يتاخذ لسارس كوفيد 2 المسبب لكوفيد 19. احنا اللي بنعرفه عن ريمديزيفير انه احنا استخدمناه بال 2016 للايبولا، لفيروس الايبولا، وطلعت النتائج ب 2019 كان له نتائج ايجابيه لكنها مش مشجعه كثير للايبولا. ولكن لما العلماء في اواخر 2019 استخدموه في المختبر وعلى الحيوانات على السارس كوفيد 2 جاب نتائج كويسه، وبالتالي بدت الحكومات وبعض يعني المؤسسات انها تعمل دراسات عليه، واللي ممكن نتحدث فيها مع حضرتك يعني كمان شويه اذا بتحب. طيب برضو كان في دراسات تم اجراءها في المعهد الوطني الامريكي للصحه دكتور ضرار، ان الريمدسيفير قادر على ان هو يسرع من وتيره تعافي المرضى المصابين رغم خطوره الحاله، يعني هل ده ممكن يساعد لو يعني ضمينا الكلام ده للكلام اللي حضرتك بتقوله، ولا ده هيكون عكس الكلام اللي حضرتك تفضلته وذكرته دلوقتي؟ لا بالعكس يا ستي، هو الدراسة اللي خرجت قبل يومين من الناشونال انستيتيوت اوف الرجي اند انفكشس ديزيزز، وهي مؤسسة حكومية أمريكية، يعني ما فيش فيها بايز، ما فيش فيها والله انه انا يعني شركة وعايز ابيع الدواء. هي شركة هي يعني مؤسسة حكومية يعني نؤمن بها وما فيش فيها اي تلاعب، والدراسة كانت من نوع RCT. RCT يعني Randomized Control Trial، وهي من أعلى مراتب الأدلة عندنا إحنا كباحثين وكدكاترة. يعني إحنا مش أي دراسة، هي دي مشكلتنا إحنا في هذه الجائحة، إنه إحنا أي دراسة صغيرة خلاص بقى ناخدها. لا، هاي الدراسة اللي طلعت آخر قبل يومين هي من نوع RCT، وهي من أفضل أنواع الأدلة اللي إحنا بناخدها، وكانت على قرابة 1063 مريض، والنتائج زي ما تفضلت يا ستي انه قلل مده التعافي من 15 يوم ل 11 يوم، يعني احنا بنتكلم عن 31% سرعه في العلاج، وهذا شيء جيد. قلل الوفيات من 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 11.6% ل 8.6% ل 8%، وهي نسبه كمان ممتازه. هذه الارقام ارقام ايجابيه، يعني بتخليه يعني طيب دكتور ضرار، الارقام الايجابيه دي من الممكن ان هي تخلينا نقول ان احنا قربنا بشكل او باخر من اكتشاف دواء او محصره فيروس كورونا؟ لا شك، لا شك بانه هذا يعني دليل صلب. احنا اللي عايزينه يا ستي، احنا ايش الفرق بين الدراسات البسيطه اللي كنت بقول عنها والدراسه دي؟ احنا عايزين ايفيدنس، احنا بنسميه ايفيدنس بيست ميديسن، عايزين دليل، بروف اوف كونسبت. احنا ما قلناش انه الدواء ده سحري، لا، عشان نكون برضو علميين، الدواء ده ليس سحري، مش راح يخلصنا من كورونا، ولكن اثبتت الدراسه دي وفي دراسه ثانيه كمان انه هو فعلا بامكان هذا الدواء من انه يعطل الفيروس، يمنع تكاثره، وبالتالي يقلل نسبه التعافي في المستشفى من 15 يوم ل 11 يوم. احنا ممكن واحد يقول لك يا دكتور يعني ايه 31%؟ ده رقم قليل. لا يا سيدي، احنا ما بناخدهاش انه 31% في علم، لما يكون عندك وباء وعندك ملايين الناس ده بيفرق كتير. ولا تنسي يا سيدتي انه هاي اول RCT، يعني احنا لسه عايزين كمان دراسات كتيره وكتير. برضه ممكن واحد من المشاهدين الكرام يقول لي طب يا دكتور بنفس الوقت
طلعت دراسة صينية تانية واثبتت انه الدواء ده ما جابش نتيجة. الرد عليه انه الدراسة الصينية اللي خرجت وحكت انه الدواء ده ما عملش نتيجة هي دراسة صغيرة، عدد المرضى فيها كان 237 مريض. احنا بنسميها في العلم الاحصائي الاكاديمي اندر باورد ستدي، يعني الستدي دي الدراسة دي ما كانتش بالقوة اللي عملتها الدراسة الأمريكية على أكثر من 1000 مريض. طيب، هل منظمة الصحة العالمية هتعتمد الدواء ده، أو ممكن يبتدي يتداول عالميا دكتور درار بعد ما اعتمدته الولايات المتحدة؟ يعني احنا خلينا طبعا ناكد على نقطه يا سيدتي، انه الاف دي اي الغذاء والدواء الامريكيه هي ما اعتمدتوش، هي اعتمدت حاجه اسمها emergency use authorization، يعني احنا نعتمد الدواء ده فقط لحالات الطوارئ، يعني بيدوه اعتماد لحالات الطوارئ والحالات الشديده، لكن يعني يكملوا في ابحاثهم حتى ياخذ الاعتماد النهائي. طب وهل وبالتالي الولايات المتحدة وبالتالي دكتور درار هتبتدي تتوسع في هذا الاتجاه؟ لا شك، هذا اللي انا هقول لك اياه، انه لا شك انه القرار اللي اخذته الولايات المتحده هياثر على منظمه الصحه العالميه، هياثر على الدول الاوروبيه، حتى احنا في الوطن العربي لا شك انه احنا يعني عايزين نبدا الان باخذ هذا الدواء واستخدامه وتجربته على كثير من الحالات الشديده. انا عايز اكد يا سيدتي بانه فيروس كورونا 85% مش عايزين علاج، احنا عايزين نطمن الجمهور الكريم انه 85 90% انت مش عايز لا ريمديزيفير ولا حاجه تانية، انت بس عايز تقعد في البيت وتحجر نفسك صحيا وتبعد عن الناس. احنا بس 10% من اللي بيدخلوا الاي سي يو ونفسهم بيبقى صعب وبنحط لهم الجهاز التنفس الاصطناعي هم من هم بحاجه الى هذه الادويه. نعم، يعني بمناسبه التباعد الاجتماعي ايضا دكتور درار، كان في يعني وكاله الانباء الاماراتيه قالت ان وزاره الاقتصاد اقرت براءه اختراع لعلاج مبتكر وواعد لفيروس كورونا باستخدام الخلايا الجذعيه، ولكن استخدام هذا الدواء لازم يكون معاه فكرة التباعد الاجتماعي. ماذا يعني خروج دولة الإمارات بهذا الدواء في هذا التوقيت، وتتوقع لي نتائج ربما قريبة بشكل أو بآخر دكتور درار؟ يعني ستي شكرا لسؤالك، احنا خلينا نتفق ونؤكد بأن العلاج الأكيد والذهبي هو التباعد الجسدي، خلينا نسميه التباعد الجسدي، نعم. مش التباعد الاجتماعي، احنا عايزين نبقى اجتماعيا قريبين من بعض بالسكايب بحاجات تانية، لكن احنا فعلا الكي وورد الكلمة المفتاح هي التباعد الجسدي، هو ده اللي حينشف الفيروس. طيب ايش الأدوية اللي عندنا؟ زي ما انت تفضلت، زي ما بدأنا حديثنا، احنا عندنا أدوية أنتي فايرلز بيجري عليها تجارب كثيرة ومنها الريمديزيفير. برضو في حاجات تانية يا سيدتي، مثلا اللي تفضلت في الخلايا الجذعية، وعشان بس للجمهور الكريم يعرف عن ايه خلايا جذعية، الخلايا الجذعية هي نوع من الخلايا عندها قدرة على التجديد الذاتي الدائم، وكمان عندها ميزة تانية انها عندها ميزة التمايز، يعني ممكن هي الخلية الجذعية انها تتحول لخلية بالغة متخصصة، يعني مثلا خلية جذعية ممكن تتحول لخلية كبد، لخلية رئة، لخلية دم. فهو ده اللي صار، انه طبعا دي مش جديده، الصين بدات فيها وايطاليا واليونان وامريكا، واخر دوله واحنا نفتخر فيها اللي هي دوله الامارات العربيه المتحده، عملت هاي الخلايا الجذعيه بحيث اخذت خلايا جذعيه من دم المريض وعملت على تغييرها جينيا وتنشيطها ثم اعطائها للمريض عن طريق الرذاذ، عن طريق النيبولايزيشن، وبالتالي هاي الخلايا الجذعيه بتعمل ايش؟ بتعمل على تجديد الخلايا اللي الفيروس قام بإتلافها. هو ده الفكرة بتاعت الخلايا الجذعية. بالإضافة لهذا الكلام، الخلايا الجذعية تقوم بتهدئة المناعة، بنسميها immuno modulatory effect. يعني هو الخلايا الجذعية، انت بتعرف الفيروس الكورونا اللي بيعمله انه بيعمل حاجة اسمها عاصفة المناعة بجسمنا. المناعة بتاعتنا بتعمل نيران صديقة وممكن انها تتلف الرئة
واجزاء تانية في جسمنا. طيب دكتور فالخلايا جرار، انا عايزه الجذعيه برضو بتعمل استغل على وجود تهدئه حضرتك، المناعه. عايزه استغل وجود حضرتك معايا واسالك على اخر نقطه، وهو في فرع اخر او فرع ثالث في علاج، في رحله علاج او توصل لعلاج في لكوفيد 19، وهو بلازما الدم. يعني مستشفيات بريطانيه بدات علاج كثير من المرضى ببلازما المتعافين من كوفيد 19، خاصه مصر برضو صحيح. بدات في يعني هذا الاختبار، واختبار علاج ايضا بعض المرضى دماء او بلازما دم المتعافين من كوفيد 19. ازاي حضرتك بتشوف صحيح. هذا الفرع من فروع علاج كوفيد 19؟ نعم يا سيدتي، وهذا النوع الثالث من العلاج، يعني النوع الاول طبعا النوع الاكيد اللي اتفقنا عليه التباعد الجسدي، النوع نعم. الثاني الادويه بكافه انواعها، النوع الثالث اللي هو الخلايا الجذعيه، والنوع الرابع الحقيقه اللي هو اللي بنسميه كونفاليسنت بلازما، اللي هي العلاج بالبلازما. ودي فكرتها بسيطة جدا، هي فكرة نظريا بسيطة، اللي هي عبارة عن انه في عندنا مرضى تشافوا من الكوفيد 19. ليه تشافوا؟ لانه جسمنا اطلق اجسام مضادة للفيروس، فلما تعافوا احنا كباحثين اخذنا الاجسام المضادة، اخذنا دم المريض، فصلنا المصل اللي هو البلازما عن الدم، عن كريات الدم الحمراء، اخذنا دي لبلازما، لان البلازما دي هي عبارة عن فيها الاجسام المضادة اللي انا عايزها، والاجسام المضادة دي بديها بحقنها لمريض عنده كوفيد 19. وزي ما تفضلتي، هاي الابحاث قاموا فيها في الصين، قاموا فيها في امريكا، وقاموا فيها كمان في مصر، والنتائج ممتازة جدا، خصوصا للمرضى السيفير اللي كانوا فعلا شديد عندهم المرض الكوفيد 19، وكانوا على اجهزه تنفس اصطناعي. وفي بعض الدراسات اثبتت انه في 4 ايام المرضى كانوا في الاي سي يو طلعوا يمشوا على رجليهم بعد 4 ايام من اخذ بلازما الدم. ولكن في النهاية كما تفضلت دكتور درار، ان التباعد الجسدي على حد ذكرك هو العلاج الاول لكوفيد 19. دكتور درار بلعاوي، استاذ العلاج الدوائي ومستشار علاج الامراض المعدية بجامعة الباترا بالاردن، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت معي عبر سكايب من العاصمة الاردنية عمان.